ملي نقعدوا لا لا ملي نقعدوا هما يشوفوا لي ستوري ديالو على بالهم الكاركتر لا رياليتي سي اونكور بلوس انسى كاينه حاجه كيفاش نقولوا باللي بون نقدر نقولها باللي جعفر قاسم ماشي مخرج نقدر نقول من هذا المنبر جعفر قاسم مايسترو كيفاش شوفي كيفاش يجيري مروان بالايماجيني مروان بالطاقه تاعو كومبلي بالفوضى تاعو بالضحك تاعو بالامبيونس اللي عنده كيفاش كيفاش يخدموا يعني من داك كان يغزر فيه قلت اسمع هذه الانرجي هذه بزاف وكيفاش ندير وي مي ابري كيما قال لك سي 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 با سي با فاسيل ا جيري سي فري انا من داك نطلق روحي قاعد نحب نضحك منا نضحك منا نقصر منا ني مع التاكس ومن بعد نرقد انا الاخر نوض انا الاول نفلهم مي 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 لا سو كومون جيري الحمد لله مروان قلنا لي زاكتور اللي جاو في الفشوش دار الفشوش تنين شفنا اسلام بوخنتاش نحييه بالمناسبه عطوني تفيقه على اسلام بحبو بزاف هو يقول لي انيسة انا اسمي بوختاش ماشي بوخنتاش وانا نعيط كيما نحب ما يدخل لي سونسيال يعقل روحو صح بوخنتاش يبان لي خنتاش بوختاش الختاش اذا اسلام من الشطر شفناهم كيفاش كانت لامبيونس انا من الشطر كيفاش جاب ربي يحب كاع الناس من الشطر اخت ونحبها بزاف ويعني كما يقول لك جابت الاضافه تاعها في لا سيري يكذب عليك شوفي جميع واحد خيروه باش يجيبوه جاب الاضافه تاعو يعني سي لا فيريتي ابخي سي دي كومبوزيسيون كما كي تشوفي منى كي تلعب هذاك الدور عجوز ومنى سي با فاسيل وكذلك شغل سي لو غيليزاتور اللي امبوز عليها هذاك الرول هكذا كي تو باسكو الناس كي تسمع بلي جايه منى بداو يستناو غير الضحك غير منى كما شفناها في طيموشه انا سي اوت شوز سي ان اوت ريجيستر سي قلت لك توجور حنا يعطونا دور نشوفوا المخرج نقولوا له هكذا راك حابنا نديرو نديرو كيما راك صح وقول لي لومبيونس مع عثمان بن داوود وهشام مصباح اما هذوك هذوك سي هذوك لومبيونس والله غير عندنا لومبيونس صح ما شاء الله سورتو كيما كيما قلت عثمان بن داوود ولا هشام صباح سي دي جون اللي عندهم اون اكسبيريونس اللي ما راهمش دي كولا غرام اساتذه معنا من باب انه رانا نلعبوا معاهم مي انا نتعلموا كذلك اي بي سي با لا بروميير فوا اللي تتعامل مع عثمان بن داوود كان لي شرف بارك الله فيك كان لي شرف عباك بلي انا علاش نقول لك هذوما اللي قدم علينا كيما سالي نحترمها بزاف شوفي كنت نحبها من بكري ابخي اول من بين اوائل شوفي المشاهد الاولين قال لي لعبتهم في حياتي سيتي كان 14 ايليا 14 عند 14 سنه 14 سنه صافي تري لونطون كنت نوزن واحد 4 بوزيد ما فهموش معناتها رقيق خو كنت زعما نتكسر بلا ما يداو لي راديو ولا برا نبان رقيق سالي لعبت معاها في واحد ماشي ما نقولوا لا اسم لا سيغي ما نقول والو باش ما نبينش لعبت معاها في واحد لا سيغي كنت جديد عباك بلي كاين دي كوميديان قدم يرحبوا بنا كيما كاين واحد اخرين يقدروا يرحيوك يرحيوك نشوف انا لعبت واحد المشهد هكذا كنت بالخلعه تاع كنت جديد جيتي كانت عندي الانرجي بليس هكذا حي راكي شايفه بليس بيكاتشو الزواق انا الزواق الزواق ما تشديش انا زواق لا زواق زئبق زئبق بارك الله كنت هكذا كنت صغير نشفى لعبت اول مشهد تاعي كنت مخلوع فرحانيتو جا لي واحد الفنان ما نقولش اسم تاعو يعني فنان كبير دربي النح بريزاني بريزاني وشغل قال لي واحد الكلمات وين وليت حتى قريب خفت الكاميرا عباك في هذيك الدقيقه قلت لو كان غير نبدل الخدمه خفت 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 والله العلي العظيم مع العلم انه هذه الخدمه كان الحلم تاعي ملي كنت بيبي جات سالي بواحد الكلمات بواحد الطريقه كيفاش قالت لي برافو ودتني عند المخرج والمخرج قال لي برافو سي ان رياليزاتور فرونسي وي سعد قط وي قعدت انسانه عزيزه عليا بزاف باسكو بالك لو كان ماشي لو كان ماشي هذوك الكلمات اللي قالتهم لي بالك اليوم مانيش معاك هنايا جرحوك هذا قالوا باسكو مروان في ان بوتي باساج طرطك تمتم واللي كانوا حاضرين كانوا ضحكوا كامل ضحكوا كامل لو باساج تاعو اور كو لو بروميي رول اللي كان اسم كبير ما دار والو قدام مروان كنت صغير يا سالي حكوا في الكوا شفتو قدامي ايه؟ بريمير فون نشوف فنان كبير مخلوع بالك ماشي عباك هذاك النهار عطوني نحفظ السيناريو فيه وقيلا خمس باجات حفظته هكذا حفظت ميم نيميرو تاع الباجا زعما نكمل خمسه اربعه كنت ميت بالفرحه يعني بعد جاتني صدمه ما كنتش على بالي حكمو قال له اركا حركة حشوية وشنو هاد اللي ماشي وهاد الزيادات كامل ما عندك ما دير بيهم ما راحش تنجح لا. قال لي احنا عندنا دروان امبروفيزي وانت انت شكون باش تمبروفيزي فوالا قالوا هاد الزيادات كامل ما عندك ما دير بهم شفا عييت فشلت قلت يا ربي علاش راني نخدم هاد الخدمه راني مليح نحب نخدم في طابله في ميسوني على روحي راني بيا واش جابني والله العظيم غير جو مي سوي غومي اون كيستيون ومن بعد جات سالي واحد الكلمات
نشفى غدوه من ذاك عاود توليت وسترطكت ولعبت هذوك الادوار امتيغول يعني نشفى مروان ما ديتش على بالك اليوم مروان هذا الفنان مازالو هذا الفنان ما نقدرش نعطيك تفاصيل مازالو بصح ماهوش يبان سالي مرحبا تدخل مرحبا اذا نحيو ناس ميسونيا تكلمت على الطابله تاع ميسونيا طابله تاع ميسونيا مدرسه تجاريه هذيك هي ليكول دو كوميرس صح تاخذي تشري بطاطا نبيعو الكبه اخو هكا أنيسة كي هضرتوا على الانرجي تاع مروان جا عندي قبل دار الفشوش باش يشيان شفيت قال لي فات كونسمنت استنى بصح علاش كيلو معلاش قال لي قعدوا لي 28 يوم لازم نحي شحال قلت لهم كيلو 81 ولا ما ضربني بشيفر تسمى شغل كيما ديك تقول لك نشيان قبل 10 ايام نحيت 4 غرام استنى بعد بدا جا بدا يونطريني بدا كدا عطيت له ريجيم وكاع بعد فينالمون قال لي نحب نلعب فوت شفت والله صح هذا قلت له يا ودي ما تلعبش فوت قلت له ما تدخلش الفوت دوكا في هذا البروغرام انا نديرو بروغرام انتونسيف ودرنا بروغرام انتونسيف صح بالك ابو زيد انتونسيف تاعو دخلت للدار صفر ما عقلتنيش ما قالت لي تحوس على مروان قلت انا هو قال لي ما تاكلش من تاكل حبه روز في النهار خلينا نروكي ابو زيد انا ابو زيد خويا تفكرتها لا 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 سلام بعد بصح ما ياخذش الراي كاين حاجه في الحصه عجبتني اللي دار لي الميكرو هربط لي شغل قابيش ليك قول لها غير واحد شوي درا ولا لا على بالو بلي تزغد ونشكر المخرج باسكو سي انتيليجون باش ما نزغدش باش ما نزغدش على بالو هكذا دوكا في الماكله ناكل لي كروكات انا يلا بوزيد قلت لكم ما ياخذش الراي درنا هذاك النهار لي جون شفيت